مساء الخير مشاهدينا الكرام، مساحة جديدة من خليك في الحوش، ودائما في كل حلقة فيه مواضيع مختلفة ومتنوعة زي ما عودناكم مشاهدينا الكرام في كل مساحة من خليك في الحوش، أن مباشرة ننتقل للخريطة اللي نرصد من خلالها آخر تطورات فيروس كورونا وانتشاره حول العالم، وآخر الإحصائيات من حيث الأعداد الإصابة وأيضا الأعداد الوفاة وحالات الشفاء. ننتقل مباشرة للخريطة، خريطة كورونا. خريطة كورونا طبعا اليوم زاد العدد عليه، أمس كان 5.5 مليون تقريبا، اليوم عدد الإصابات حول العالم الإجمالي 5.734.907 إصابات، هذا عدد الإصابات. عدد حالات الوفاة حول العالم 354.218 حالة وفاة. أما حالات الشفاء ارتفع زي ما أمس مرتفع، وزي ما قلنا يعني كل يوم أنه يرتفع عدد حالات الشفاء، وصل 2.467.022 حالة شفاء حول العالم. طبعا خريطة اليوم مشاهدي الكرام زي كل مرة نبدوها من الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تزايدت فيها الأرقام، وجاءت ومن فترة يعني كانت في الصدارة، واليوم أيضا الولايات المتحدة الأمريكية في الصدارة. زي ما تشوفوا عدد حالات الإصابة لهذا اليوم بلغ 1,733,904 حالة إصابة. اليوم ارتفع عدد حالات على مدى 24 ساعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وصل 8,629 حالة إصابة، رقم كبير ويدل على خطورة بصراحة في الولايات المتحدة الأمريكية. عدد حالات الوفاة زي ما تشوفوا اللي مدرجة في اللون الأحمر 568 لهذا اليوم، 568 حالة وفاة، يعني رقم كبير شوية مقارنة حتى بالدول الأخرى. وصل عدد حالات الوفاة منذ انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 101,140 حالة وفاة، هذا بالنسبة لأمريكا. البرازيل طبعا جت في المرتبة الثانية، اليوم البرازيل سجلت 394,507 حالة إصابة، على مدى 24 ساعة كان عندها عدد حالات الإصابة 2,147. عدد حالات الوفاة زي ما تشوفوا باللون الأحمر 51 خلال 24 ساعة، بلغ عدد حالات الوفاة منذ انتشار فيروس كورونا في البرازيل 24,600 حالة وفاة طبعا. أما حالات الشفاء فبلغ 158,593 حالة شفاء. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية مقلناش حالات الشفاء فيها وصل ل 481,908 هذا في أمريكا. المرتبة الثالثة جت روسيا، روسيا عدد الإصابات فيها اليوم 370,680 إصابة، على مدى 24 ساعة سجلت روسيا رقم قياسي صراحة زي ما تشوفوا باللون الأصفر 8,338 حالة إصابة. حالات الوفاة زي ما تشوفوا باللون الأحمر 161 حالة وفاة. حالات الوفاة الإجمالية في روسيا منذ تفشي وباء كورونا فيها وصل ل 3,968، أما حالات الشفاء وصل ل 142,208 حالة شفاء. في إسبانيا جت في المرتبة الرابعة، إسبانيا سجلت اليوم 203 أو بالإجمالي 283,399 حالة إصابة، بينما لم تسجل أي إصابة حتى اليوم لليوم الثاني على التوالي. أمس ما كانش في إصابات، واليوم أيضا ما كانش في إصابات في إسبانيا. حالات الوفاة ما فيش حالات وفاة، بالمجمل حالات الوفاة فيها وصل لي 27,117، حالات الشفاء وصل لي 196,958 حالة شفاء. تركيا وصل فيها عدد الحالات 267,240 حالة إصابة بالمجمل، عفوا بريطانيا المملكة المتحدة وصل فيها 267,240 حالة إصابة، على مدى 24 ساعة تمت إصابة 2,013 شخص في بريطانيا. أما بالنسبة لحالة الوفاة زي ما تشوفوا باللون الأحمر 412 حالة وفاة على مدى 24 ساعة،
بينما بلغ عدد حالات الوفاة بالمجمل 37460 حالة وفاة. إيطاليا طبعا تخطوها الدول اللي قبلها، كانت يعني من البؤر في أوروبا، بؤر التفشي وباء كورونا، ولكن جت في المرتبة السادسة. إيطاليا سجلت 231139 حالة إصابة بالمجمل، زادوا حالات الإصابة 584 إصابة خلال 24 ساعة، بينما حالات الوفاة وصلت ل 117 حالة خلال 24 ساعة. أما بالمجمل حالات الوفاة فيها منذ تفشي وباء كورونا في إيطاليا وصل ل 33072 حالة وفاة، مع حالات الشفاء فبلغ 147101 حالة شفاء طبعا في 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 إيطاليا. طبعا الخريطة هذه توضح مشاهدينا الكرام معظم البلدان أو مجمل البلدان اللي تم رصد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك حالات الوفاة وحالات الشفاء. يمكن نختار واحدة من الدول العربية، الدول العربية على سبيل المثال نختار أخيرا فيها في هذه المساحة مصر. مصر سجلت لحد الآن 18756 حالة إصابة، بينما في لم تسجل أي حالة وفاة أو أي حالة إصابة جديدة لهذا اليوم، وبلغ عدد حالات الشفاء فيها إلى حد الآن 5027 حالة شفاء. هذا بالنسبة لخريطة اليوم. خريطة اليوم اخترنا لكم فيها نماذج بالترتيب الأولى، الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وغيرها من المناطق. ننتقل لأخبارنا المحلية. أخبارنا المحلية نبدأها من بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض رقم 80، بيان رقم 80 لهذا اليوم 27/5/2020، أعلن فيه استلامة اليوم الأربعاء بالتحديد، استلامة لعدد من العينات، عدد 218 عينة موزعة على النحو التالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس 148 عينة، مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة عدد 7 عينات، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد 54 عينة، مستشفى طرابلس الجامعي عدد 9 عينات. وأوضح المركز الوطني أن نتائج العينات كانت كالتالي: من أصل 218 عينة كانت عدد 216 عينة سالبة، أي تأكد خلوها من فيروس كورونا، أما عدد 2 من أصل 218 اللي هم عينات موجبة لشخصين عائدين من السفر. بالتالي بلغ إجمالي الحالات في ليبيا 79 حالة مصابة بفيروس كورونا، الحالات النشطة اللي هي 36 حالة، عدد المتعافين 40، واستقر عدد الوفيات عند 3 حالات وفاة في ليبيا لهذا اليوم. هذا بالنسبة لعدد الحالات، حالات الإصابة في ليبيا لهذا اليوم سجلت حالتين، وأمس أيضا سجلت حالتين إصابة بفيروس كورونا، وشفنا وياكم بالأمس بالحالات اللي في الجنوب، ويعني تشير التوقعات حاليا هذه الفترة بأن عدد الإصابات اللي نشوفه فيها الأشخاص اللي كانوا عايدين من السفر. طبعا نتابعوا وياكم مشاهدين الكرام الاجتماع لضم عميد بلدية سبها، مخاتير المحلات في مدينة سبها، أيضا مديرية أو مدير أمن مديرية سبها، وكذلك مدير مركز سبها الطبي، ومعاهم أعضاء اللجنة الاستشارية. طبعا الاجتماع ركز على الوضع الطارئ في المدينة بعد ما تم اكتشاف إصابتين بفيروس كورونا أمس. خلينا نتابع وياكم هذا الاجتماع ونرجع من جديد. هل هذا جهل؟ سيطبق الحجر الصحي على منطقة سبها العسكرية من بداية الآن الساعة 12 بكافة الوسائل. الوضع الوبائي خطير في منطقة سبها ومدينة سبها والمناطق المجاورة إلى مدينة سبها، وعندنا حالات وفاة، عندنا حالات كورونا مؤكدة، عندنا وفيات الآن نكلم فيكم الآن حالة انتقلت إلى رحمة الله تعالى عز وجل، إن شاء الله يتقبلها الله في رحمة الواسعة. الآن المرض منتشر، قلة الإمكانيات لدينا ضعيفة جدا، كلها بالمجهودات الذاتية، بارك الله في القيادة العامة اللي أعطتنا بعض المواد والأجهزة، وإن شاء الله نطلب من الجهات الأخرى من الحكومة المؤقتة إمدادنا ببعض الآليات الإسعاف، بعض الأجهزة التنفس الصناعي، بعض الأجهزة اسطوانات الغاز،
فالآن الموقف خطير جدا للمواطنين بالدرجة الأولى. نوضح لكم بأن موقف الوباء يعني خطير خطير جدا في مدينة سبها، منتشر لا ننكر هذا، هو مش نخوفكم ولا نديركم رعب، ولكن الأمر خطير خطير جدا. انتبهوا، نفذوا ساعات الحذر بدقة. هي الإصابة المرأة اللي توفت وابنها، وتم إجراءات الاحترازية، اجتماع مجلس الاجتماعي جديد، وبلغنا أصحاب المناسبات سواء كانت العزوات أو الأفراح عدم وجود تجمعات وممنوع تجمعات، والاتصال بالجهات الناس المتصلين بأصحاب الشام في العزاء أنهم يديروا حجر نفسهم. طبعا كمديرية أعلنا الطوارئ، حالة استنفار كاملة لكل قوة المديرية، وتم وضع برنامج عمل بما فيها الحظر جزئي اللي هو من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 9 ثاني يوم صباحا على جميع المواطنين، طبعا التزام بهذا الحظر. كل المحلات طبعا تم قفلها، حقيقة فيه عدم وعي المواطن في سبع حقيقة، يعني خوفا من انتشار هذه الجائحة. نأمل من الجميع تقيد بالتعليمات بخصوص الحجر الطبي والبلاغ عن أي حال. أبدو بجد يعني مش سهلة، راهو مرض خطير، راهو والله مرض خطير. أنتم بتسحبوه مرض بسيط، راهو والله جائحة، والله فناء. طبعا شفنا هذا الاجتماع اللي صار في مدينة سبها وفي بلدية سبها، واللي ضم عميد بلدية سبها ومدير أمن سبها وكذلك عدد من الأجهزة المختصة والأخصائيين في سبها وأيضا الأعضاء في المركز الوطني لمكافحة الأمراض. فيه تحذير من خطورة الوضع الوبائي في مدينة سبها بعد تسجيل حالتين، طبعا واحدة من الحالتين هي توفت وأعلنوا عليها اليوم، اللي هي المرأة في تبلغ في الخمسينيات تقريبا، 55 سنة أو 56 سنة، وكان معها ابن أختها أصيب أيضا، كانوا في منطقة من مناطق الشمال يعالجوا، وبعدها ثبت إصابتهم بفيروس كورونا بعد رجوعهم إلى مدينة سبها. الحديث أيضا في مدينة سبها بأن الإمكانيات لحد الآن لازالت متواضعة، وإن كان تم توفير جهاز البي سي آر المتخصص في متابعة أو كشف أو فحص الحالات المصابة في المدينة، ولكن بالمجمل يبقى هناك تخوفات من الوضع الوبائي، هناك تحذيرات من الأجهزة المختصة. أيضا تم الإعلان عن حجر صحي أو عن حظر تجول في المدينة، وحظر وإن كان جزئي. تم الحديث عن إغلاق عدد من المحال والأسواق في المدينة تحسبا لانتشار فيروس كورونا، وكذلك تشديد الإجراءات في هذه المدينة وغيرها أيضا من مناطق الجنوب، وحنتابعها في هذه الحلقة. كان في عدد من الاجتماعات في غيرها من مناطق مش سبها بس، وكان في منطقة غات، وحنطرق لهذا الموضوع في هذه الحلقة. مصير الجنوب، يعني دائما تحدثنا عن مصير الجنوب اللي يعاني منذ سنوات من ضعف في البنية التحتية بالمجمل، مش البنية التحتية الصحية بس، ولكن حتى في البنية التحتية ككل. مصير الجنوب الآن بعد تسجيل حالات إصابة، لا قدر الله إذا ما انتشر الوباء في الجنوب شن حيكون. ينضم لنا توا الأخصائي في طب المجتمع وطب الوبائيات دكتور حيدر السايح ليطلعنا عن مصير الوضع الوبائي. ينضم لنا عبر السكايب. دكتور حيدر رحب بك في مساحة خليك في الحوش لهذا اليوم. شفنا تسجيل حالات إصابة جديدة، منها لحالات عائدة من السفر ومنها لحالات مخالطة. الوضع الوبائي الآن في ليبيا ككل، مش سبها والجنوب، في ليبيا ككل، كيف تشوف فيه؟ هل هو الوضع يعتبر جيد جدا أو جيد، أو أن حياخذ منحى أسوأ بحسب التقديرات؟ وفي ناس متخوفين يعني حتى من المتخصصين. أخي الكريم، وكل سنة وانتم طيبين إن شاء الله، عاد الله علينا عليكم باليوم والبركات يا رب العالمين. بالنسبة للوضع الوبائي الآن في ليبيا، نقدروا احنا نقولوا لو نتكلموا من ناحيتين، يعني هل نحن الآن في مرحلة احتواء أو نحن الآن في مرحلة سريان محلي؟ شو نقصد بالكلام هذا؟ الاحتواء هو لما تطلع لك الحالة، أي حالة ما لو طلعت
لو إن أنت تقدر فعلاً تعرف مصدر الوباء هذا مين وتقدر تحصر عدد المخالطين للحالة، فأنت الآن في مرحلة احتواء، وهذا الوضع ما يخوفش عادةً. يعني كل حالة تطلع ويطلع معها مصدرها منين جاء المرض وقدرت بسرعة تحتوي عدد المخالطين لها، عندن أنت الآن في مرحلة احتواء. أما السريان المحلي وهو هذا اللي يخوف أكثر، هذا عدد الحالات تطلع بصورة عشوائية وكبيرة وأنت ما تعرفش أصلاً سبب أو مصدر العدوى منين. نحن الآن في ليبيا تسألني بتقول لي كيف الوضع الآن، هل نحن في مرحلة احتواء أو نحن في سريان محلي؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله، مع ظهور الحالات إلى الآن نحن الآن لازلنا في مرحلة الاحتواء، يعني نقدروا الآن نسيطروا على الوباء ونرجعوا زي ما كنا قبل 10 أيام. لأن علاش؟ سبب بسيط، لأن الحالات اللي طلعت الآن كلها عايدة من السفر، يعني هذا أوكي، الحالات اللي عايدة من السفر ما عطتش ما خدتش فرصة أنها تعطي للمخالطين إلى الآن، يعني ما لقيناش حد كان مروح من السفر وعطي للمخالطين، تم الاحتواء مبكر. حالات سبها هذه الآن اللي صارت الآن، إلى الآن الإخوة بارك الله فيهم أخذوا مسوحات من المخالطين واليوم ما عاد تطلع النتائج. بلغة الأرقام تجي حد يسألني يقول لا خليك دقيق أكثر، أنا نكون معك دقيق أكثر، نقول لك أنت كيف أي وباء تحكم عليه بالأرقام، يعني كيف تتحرك بأرقام، كيف أي حزمة تأخذها خدمية كلها بالأرقام. نحن الآن عندنا الحمد لله ممكن 40 حالة شفاء كويس، مقابلها شن عندك؟ عندك أنت 36 أو 37 حالة نشطة، منهم أكثر من 10 حالتهم مستقرة جدا والحمد لله لم يعطوا أي عدوى لأي شخص آخر، يعني نتكلم على حالات نشطة أعتقد إلى 26 أو 27. الحالات هذه 27 مقارنة بعدد الحالات اللي تعافت، هذا الرقم أصغر من هذا، وهنا أنت تقول نحن الآن في مؤشر كويس وهذا يخلينا نطمن، ولكن مش نطمن معناها نفتح الدنيا على البحر ونخلو الأمور مفتوحة، لا بالعكس، احنا نبغى نرجع للوضع الوبائي الأول المستقر اللي كنا لو استمرنا عليه كانت البلاد حتفتح وكانت الحياة حترجع شبه طبيعية. نعم طيب، يعني تو حتى اليوم المجلس الرئاسي أعلن تمديد فترة الحظر لعشر أيام، لكن شفنا في عدد من المناطق دكتور خلال أيام عيد الفطر بالتحديد أنه صار فيها انفتاح، ما فيش حظر، يعني ما التزمتش فيها المحلات بالحظر، يعني شو نتوقعه بعد هذا الموضوع بالتحديد؟ للأسف، ومش هو للأسف بصراحة، احتواء أي وباء ضروري تكاتف جميع السلطات في البلد. يعني مجلس رئاسي بيدير قرار، أوكي من بيتبع القرار؟ هو هناك عندك وزارة الداخلية، السلطات الضبطية ضروري تتبع الشيء هذا. ما نحن مش نديروا حظر على طرابلس فقط، الآن نجد أن طرابلس فقط هي من تلتزم، أو المدن الكبيرة فقط هي اللي من يسري عليها الحظر، أما المدن الثانية فعلى عايشين طبيعي. ضروري ما تتكاتف السلطات الضبطية وتاخذ الدور معاك باش أنت تحتوي الوضع هذا. شنو ممكن يترتب على الكلام هذا في عدم الالتزام؟ احنا الناس الخوف الان من العايدين من السفر، هذا الخطر الحقيقي الان. في كلام كبير يقول لك لا المفروض ما روحناش بيهم، ما تقدرش ما تروحش بيهم، هذا في الاخير اولادك وناس ضروري ما تروح بيهم. قامت حزمه من الخدمات في 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 بلد اللي كانوا فيها، ولكن ضروري ما نعرفوا شيء ان البي سي ار او تحليل البي سي ار هذا غير دقيق، ما فيش حد يطلع لك سلبي وتقول انت تجزم تقول 100% سلبي، لا 70% ممكن صح يطلع حقيقه وعندك 30% يطلع غير دقيق. فحتى مع الحالات هذه ضروري من الحجر في البيت، ضروري العايدين رساله نوجهها للعايدين من السفر، ارجوكم لو سمحتوا حتى انت حجرت في البلاد اللي كنت فيها ودارولك التحليلين، ضروري ارجوك لو سمحت تبقى في البيت لمده اسبوعين ونشوفوا الخير. دليل الان الحالات الموجبه كلها جيتنا من العايدين من السفر، وهذا يعني ان مع الحجر اللي كان في البلاد هذيك ومع التحاليل اللي صارت الان في حالات برضو تطلع حالات موجبه، لان مرات ياخذها من مطار العدوى، مرات ياخذها في الطياره ما تعرفش. فهنا وجب على المسافرين ان يحجر نفسه في بيته، لان لو انتقلنا لعمليه السريان المحلي او الانتشار المحلي هنا سنفقد السيطره على احتواء الوباء، وهيك ربي يكون في عوننا بجديه. اللي كنت تقول فيه دكتور هذا ينافي اللي شفناه، يعني شفنا ان اخبار ان الاجهزه المختصه قامت بوضع مراكز للحجر الصحي للعايدين من السفر، ولكن يعني شفنا نوع من الاستهتار خلينا نقوله، يعني
لما اسمع بصراحه علي حجر مؤسسي صار في البلاد يعني كل الحجر اللي صار قبل عودة المسافرين يعني كلها صار في البلدان اللي كانوا فيها المسافرين. بصراحة أنا ما عنديش فكرة إنه صار أي حد مسافر حطوه في مكان أو هوتيل أو فندق لمدة أسبوعين. ممكن صارت في 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 المدن اللي خارج طرابلس، بس في طرابلس أنا نأكد لك إنه ما صارش الحجر المؤسسي ما صارش. الوضع حاليا نقدر نقول إنه هو عايد على وعي المواطن بالتحديد كورونا الجهات المختصة يعني حتى إمكانياته غير متاحة. الوضع الآن يلعب بدور كبير على المواطنين، حملوا معنا هلبة بارك الله فيهم، ولكن الموضوع الآن احنا عايدنا العايدين من السفر هذا، وعندنا الحالات اللي طالعة أول الآن في الجنوب. على فكرة الجنوب يعتبر خط الدفاع الأول للشمال، فجنوب ضروري احنا نكتفوا جهود لاحتواء الوباء في الجنوب، ضروري تسخير جميع الإمكانيات لناسنا وهنا في الجنوب وفي كل مدن ليبيا بصراحة. نقطة ثانية معلش سمحني نوضحها لك، وهي خصوصا ان الان كنا في وضع وبائي كويس، مما خلى ممكن حتى وزارة التعليم انها تنزل الجداول وخلاها ممكن يفكروا في عودة المدارس، ولكن الوضع هذا بالوضع اللي صاير توا الان هذا الكلام غير علمي، لا يمكن البدء في المدارس الان في الظروف هذه، يعني يعتبر شيء مجازفة كبيرة جدا. فأنا لا ننصح أن التعليم يرجع أو أن نبدو في خطة الفك في الحزمات الاحترازية الآن بالوضع الحالي في ليبيا، ولكن بالمجمل مرة تانية نقول الوضع مطمن والحمد لله ليبيا عندها وضع وبائي مستقر جدا جدا جدا، فما نبوش احنا نفسدوا اللي بنيناه في الثلاثة شهور اللي فات. يعني المصير مصير كويس، خلينا نقول حتى على مدى شهر جاي يعني هيكون الوضع كويس. هو يبي شوية التزام من المواطنين، ولو فكرنا في احنا في فتح الحزمات او عودة المدارس هذا يكون بعد عودة اخر مسافر من اسبوعين، يعني لو نفرض ان اسبوعين اليوم روح عندي اخر مسافر، بعدها باسبوعين نفكر انا في خطة فتح المساجد وفتح المدارس والجامعات، ونكون مترقب ونكون يقد جدا لان عدد الحالات حيزيد. عندنا في فرنسا مثال، عندنا في الصين مثال، عندنا في امريكا مثال، اول ما فتح المدارس من هنا الحالات على طول ركبت من جديد، وهذيك دول عندها امكانيات وعندها مصادر للاحتواء. اما انت الوضع في ليبيا في امور قاعدين يرتبوا في نفسهم ولكن ليست بالجهوزيه التامه. يمكن في الاخير دكتور في نقطه يشوف فيها الكثير انها هي مهمه خاصه في ليبيا، في ناس لحد الان قاعده مش معترف ان في كورونا اصلا، يعني ناكرين لحد الان ويقول لك هذا عباره عن فيلم، خلينا نقول يعني باللهجه العاميه. بالضبط، في عشاق نظرية المؤامرة بصراحة، هي نفس البشرية يحب يطمن نفسه بأن هذا طبيعة بشرية في الكل. وعلى فكرة شيء هذا مش في ليبيا بس، والله في أرقى البلدان اللي في العالم المتطورة جدا، لدي أصدقاء حقيقة من جميع بلدان العالم، في أمريكا فعلا طالعين يبعثوا لي في فيديوهات ولينكات ويقول لك هذه نظرية وهذه مؤامرة. هل في نظرية تنجح أنها تتآمر على دول العالم بالكامل؟ لدينا أصدقاء في أصدقاء يعني وزملاء، منهم الدكتور في بريطانيا دكتور مراد، الحقيقة طلع من عينها زي ما نقوله، لو هذا دكتور ليبي يشتغل في بريطانيا، دكتور يشتغل في العناية الطبية الفائقة ويعالج المرضى، فعلا قريب راح فيها وعندنا أكثر من طبيبين توفوا بالكورونا في بريطانيا، عندي هنا في مصر عندي طبيب دكتور ربي يشفيه دكتور ناجي أصيب برضو بالكورونا نسأل الله أن يشفيه، وعندي زميلتي تشتغل معاي أصيبت هي وزوجها وأمها وأبنائها، ويعني وقعدوا شهر في مستشفيات العزل ويأخذوا في العلاج. انت ممكن صح ليبيا لان الوضع متاحها كويس، فما شفتش الحالات ما بين ناسك وما بين اصحابك، فتشوف فيه وهم وتشوف فيه حقيقه، ولكن هي لولا الامانه الطبيه راه كنا صورنا المرضى وبتيناهم وخليناهم يتفرجوا الناس يقولوا فعلا في مرضى، ولكن الامانه الطبيه ما اخلاقيات المهنه ما تسمحش بالشيء هذا، ولكن راه في الوباء موجود المرض موجود، لا ينفع الاستهتار بالشيء هذا. ومعليش أخوي ممكن قبل ما ننهي بفقرة ممكن تريح الناس نصيحتين وخبرين مفرحين كويسين بصراحة. الخبر الأول هذا أحد المشاهدين بتاع قناتكم وطرح علي في بداية أول ما بديت نطلع معكم على القناة،
فقال لي دكتور شنو الوضع الوبائي للناس اللي جاها المرض مرة، هل ممكن يجاها مرة ثانية؟ حقيقة في دراسة قام بها المركز الوطني المركز لمكافحة الأمراض الكوري وكان دراسة على أكثر من 2000 شخص، ولقوا إلى حد الآن الحالات اللي جاها الفيروس مرة واحدة حتى لو طلعت عليها أعراض مرة ثانية فعلا نسبة إنهم يعطوا العدوى إلى أشخاص آخرين 0% 0%. نعم. هذا خبر ده ضجة كبيرة في العالم. طيب. والناس ريحت، فقالك اللي يجيه مرة الفيروس الحمد لله ما يجيش مرة تانية، وفعلا حتى لو طلع عندك تحليل البي سي آر إيجابي قالك هذه بقايا الفيروس، عارفت الفيروس يتكون من جدار ودي ان اي وار ان اي احماض، فيوجد بقايا بعد ما الجسم المناعة يقضي عليه توجد بقايا، هنا البقايا هذه يلقطها الجسم أو الجهاز اللي بيحلل، فأكثر من 2000 شخص لقوا ان فعلا 0% لما رجعت لهم الاصابه ما عطوش ولا شخص عدوى مره ثانيه. هذا خبر مفرح جدا جدا جدا، وهذا يطمننا ان فعلا اللي جاء المرض هيك لنخافوا منه ولنخافوا عليه مره ثانيه، وهذا خبر كويس. الخبر الثاني قام صارت في هونغ كونغ، وهذا اللي بنوه عليه وارجوكم يا ليبيين ارجوكم الكلام هذا مهم جدا. قالك صدق لبس الكمامه او الماسك هذا لقوا الفائدة متاعة أكثر من إجراءات الحجر وأكثر من إجراءات تسكير المدارس الواحد، فقاموا بدراسة كبيرة على عدد المواطنين متاعهم، لقوا الناس اللي تلتزم بلبس الكمامات الآن لقوا النتائج متاعها مبهرة جدا، وفعلا استطاعوا أن يحتووا الوباء، والآن في دول كبيرة في العالم الغرامة المالية على أي شخص يلقوه برا مش لابس الكمامة تصل إلى مبالغ كبيرة جدا وقد تصل إلى السجن. فهنا نبي نقدم رسالة للمواطنين، أرجوكم تعودوا نفسكم تلبسوا كمامات وانتم تطلعوا برا البيت، لأن في الأول بكل منظمة الصحة العالمية موصتش بالشيء هذا، ولكن زي ما قلنا لأن كان الفيروس جديد، والآن حسب التجارب والدراسات أثبتت فعلا أن الكمامة شيء مهم جدا، ونشد على أيدي الناس فعلا يا ريت فصلها في صالة قيطها، مش شرط الكمامة الطبية هذه، أي كمامة أديرها وأبدأ حاول أن فعلا تعود نفسك، لأن لو إحنا ما درناش الشيء هذا حنقعد في القصة هذه ممكن لنهاية السنة، وهذا الشيء ما يرضيش الناس وما يرضيش أرزاق الناس اللي واقفة والناس قاشرة في حالة نفسية. فأرجوكم نبقوا تعاون أن الناس لما تطلع للشارع ما عادش تصير سخرية والأمور بتاع لبس الكمامة، لا فعلا أنت مش عارف كيف خايف، والأمور هذه فعلا أثبتت أن الكمامة قد تلعب دور مهم في احتواء أي وباء في العالم. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حيدر السائح أخصائي الوبائيات وطب المجتمع، كنت معنا مباشرة عبر مساحة خليك في الحوش. ننتقل للفقرة الأخرى مشاهدين الكرام، هي سؤال المساحة، مساحة خليك في الحوش أو سؤال حلقة خليك في الحوش، اللي هو هل هناك تطبيق فعلي للحظر في منطقتك وهل التزمت به؟ هذا هو سؤال حلقة خليك في الحوش لهذا اليوم. خلينا ممكن نتابعه إذا كان في رسائل صوتية تفاعلية مع المساحة، نسمعوا مع بعض. أهلين محمد، شن حالكم؟ بصراحة سؤال الحلقة اليوم، إحنا عندنا هنا مهناش تطبيق صراحة في التجول المنطقة ناس تطلع ومهناش أي حتى ملتزمين به. بالنسبة لي يعني ملتزمة الحق بالحظر، وفيها البناس يعني ملتزمين به، واللي ما هوش معدلين عليه ما هوش ملتزم بعدم الشرطة، حتى هي ما هيش مساهمة في هذا والحرس وكل حاجة معناها. شكرا. شكرا لك. إذا كان في رسائل أخرى موضوع الحظر التجوال في منطقتنا، التزمنا به الفترة الأولى وما طلعناش من حياشنا، لكن أول 3 أسابيع من موضوع الكورونا، لكن بعدين طلعنا وعادي. شوف الوضع ما يستحقش هلبة، وإن شاء الله يعني كان في حالات موجودة فعليا في البلاد ربي يشفيها، وإن شاء الله يزين علينا الوباء والبلاء عاجل غير عاجل يا رب. تحياتي لكم. تحياتي لك. في رسالة صوتية أخرى كنا سمعها. السلام عليكم، مرحبا، معكم الأخت عايشة. والله منطقتنا زوارة محافظين على الحجر الصحي من بداية الحداد كورونا، محافظين حتى والحمد لله ما في أي شيء، الوضع مستقر إن شاء الله خير، إن شاء الله ربي يرفع هذا الوباء، ونتمنى كل أخواننا اللي بيني يحافظوا على الوضع هذا.
شكرا لك. رسالة صوتية أخرى خلينا نسمعها. قلت في منطقتنا في التزام بالحظر لكن مش بالصورة الصحيحة. أنت لما تقول لي حظر وفر لي حظر تجول وفر لي الإمكانيات يا أخي محمد، لكن ما فيش شيء إمكاني. أنت بعد تكون شخص مصاب، كيف نعرف أنه شخص ما فيش تشخيص لا شيء؟ كيف نعرف أنا يا أخوي محمد؟ فالعادة ما نتزمك إلا بقى إن شاء الله ربك يفرج وخلاص. شكرا لك. آخر رسالة صوتية لحد الآن بالنسبة للناس اللي تفاعلت مع حلقة هذا اليوم، واللي هو سؤال عن الالتزام بحظر التجول. طبعا زي ما شفنا خلال الأيام الماضية خاصة في العشر الأواخر من شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك، أن كان فيه عدم التزام صراحة للأسف الشديد من في بعض المدن. خلينا نقول يمكن طرابلس هي الأكثر مدينة اللي تم الالتزام فيها بحظر التجول، ولكن فيه عدد من المناطق ما صارش فيها هذا الالتزام، وبالتالي يمكن يكون هذا الأمر فيه مردود سلبي بصراحة حتى في الأيام القادمة. بإمكانكم طبعا التواصل معنا عبر الرسائل الصوتية أو عبر الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة، وأيضا للإجابة عن سؤال هذه الحلقة وأبدأ وجهة نظركم فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا على العموم، وأيضا التواصل عبر الصفحة الرسمية في فيسبوك 218 نيوز وقناة 218. يمكن توا نمشوا نتابعوا في إسبانيا بالتحديد، نتابعوا الحداد الرسمي اللي تم الإعلان عنه. هذا الحداد يستمر لعشرة أيام. ليش هذا الحداد؟ علشان ضحايا فيروس كورونا في إسبانيا اللي توفوا بفيروس كورونا اللي بلغ عددهم أكثر من 27,000 شخص، وزي ما شفنا في الخريطة المكرينة تقريبا حوالي 27,107 أشخاص في إسبانيا، لكن تم في افتتاح تدريجي في 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 البلاد ككل، ولا زالت الإجراءات الاحترازية والتجديدات مستمرة في هذه الدولة وغيرها من البلدان سواء كان في أوروبا وغيرها من العالم. خلينا نشوفوا هذا الفيديو عن استمرار أو إعلان الحداد في إسبانيا ونرجع لكم. شفنا هذا الفيديو اللي يوضح الحداد اللي أعلن في إسبانيا لمدة 10 أيام على ضحايا فيروس كورونا اللي بلغ عددهم أكثر من 27,000 ضحية توفوا بسبب فيروس كورونا. طبعا كان فيه تشديد إجراءات في إسبانيا وغيرها أيضا من البلدان سواء كان في أوروبا وغيرها من الدول الغربية، كان في انتشار هائل شفناه في الأيام الماضية، ولكن إلى حد الآن بدأت الأوضاع في تراجع أوضاع انتشار فيروس كورونا، وتم الإعلان عن الاحتواء الفيروس، وكانت فيه فرحة لدى الحكومات حكومات هذه البلدان وأيضا لدى الشعوب، وشفنا العودة التدريجية ولكن بحذر، في حذر بين الناس والمواطنين، لبس الكمامات والقفازات وكذلك التباعد الاجتماعي. في ناس يعني بدت أو عرفت خطورة هذا الفيروس،
يعني في الأول ما كانش فيه معرفة بهذه الخطورة، ولكن توا عرفت خطورة هذا الفيروس وبدأ فيه تطبيق للإجراءات الاحترازية. اليوم كان في اجتماع مشاهدين الكرام لعميد بلدية غات، وزي ما قلنا لكم في بداية الحلقة حنتطرق لهذا الاجتماع. الاجتماع يعني كان فيه مدير أمن غات، فريق الرصد والاستجابة التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض في بلدية غات، أيضا كان فيه مدير مستشفى غات العام، وأيضا مدير الخدمات الصحية في البلدية. الاجتماع تركز على الإجراءات الاحترازية اللي من الواجب أو يجب على كل مواطن أنه هو يمشي بها، أنه هو يطبقها في البلدية بعد ما تم تسجيل حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في مدينة سبها. وزيد عليها طبعا أكدوا في اجتماعهم على ضرورة أنهم يبدوا في أخذ عينات عشوائية داخل البلدية ويبعثوها لمدينة سبها بعد تشغيل جهاز البي سي آر المتخصص بفحص فيروس كورونا. عميد بلدية غات أكد على ضرورة تنسيق الجهود بين قطاعات الدولة المختصة لمواجهة الأزمة، أزمة كورونا، وتجهيز تقرير يومي عن الأوضاع الصحية مع إعلام المجلس البلدي لاتخاذ ما يلزم. عميد بلدية مجلس غات قال أنه حيصدر أو أكد أنه حيصدر تعليمات بخصوص الإجراءات الوقائية اللي سيتم اتخاذها داخل النطاق الإداري لبلدية غات. ينضم لنا مباشرة من غات مراسلنا، مراسل 218 مصطفى خليفة. مساء الخير مصطفى. مساء الخير زميلي. أهلا بك. أطلعنا عن الإجراءات اللي تم اتخاذها، هل فيه حظر تجول؟ هل فيه يعني إجراءات جديدة اتخذتها البلدية خاصة بعد هذا الاجتماع اللي شفناه اليوم؟ نعم عقده المجلس البلدي في إدارات المعنيين القرص الفلسي ومدرية مصطفى إلى هذه الأن لم تصدر خطة للحجم والتجول. يتوقع أن الثانية ظهرا التابعة صباحا بحث عن التليفونات في أول أيام العيد على مدير الخدمات الصحية غات عن وجود 4 حالات اشتباه في المدينة، وبحسب مدير الخدمات الصحية صحية المنظمة قيام بعد بيقوم قرار نقل العينات لمدينة سبا يقدم ظروف إمكانيات مرضية لهم تسمح لهم بإرسال عينات قبل وجود حالات اشتباه في المدينة. نظرا لعدم وجود توافق بينهم وبين المجلس البلدي بشكل كامل، وهذا ما دعا المجلس البلدي الذي يعقد مع اداره الخدمات الصحيه في فريق الغد العام. يعني ركز ربما تدليل استيعاب اداره الخدمات الصحيه والتوافق بهذه النقاط بارسال العينات الى السبع. بالنسبه لمقر العكس الحجر فقط في الغد الان غير مجهز لاستقبال حالة التي قد تظهر عرض الانتباه في التوحيد. كما تعلم المشاهد بان حجر يسبق قسم العزل في مدينة غات جاهز بشكل كامل يقدم القدم الصحي فهو مجهز لايواء 12 حالة وبه تسجيل التنفس هنا. شكرا جزيلا لك مصطفى خليفة مراسل 218 كنت معنا من غات للحديث عن الوضع الوبائي في المنطقة هناك. مباشرة إلى طبرق مراسلنا خالد محمود. خالد مساء الخير. مساء النور محمد. كيف تطلعنا على الوضع الوبائي الآن في مدينة طبرق؟ التجهيزات كذلك تجاوب المواطنين مع حظر التجول أو الإجراءات الاحترازية المتبعة في مدينة طبرق؟ نعم مباشرة محمد أنقلك إلى آخر الأخبار فيما يتعلق بمكافحة وباء كورونا وأعمال اللجنة الفرعية التابعة للجنة العليا لمكافحة الوباء. اليوم تحديدا يعني تم إخلاء سبيل 14 مواطنا ليبيا من العالقين الذين عادوا
منذ أسبوعين وتلقوا إجراءات الحجر الصحي وما يتبعها من إجراءات صحية من خلال أخذ عينات، عينة أولى وعينة ثانية. 14 مواطنا ليبيا كانوا في إقامة بمنطقة قريبة من البردي وقريبة أيضا من الحدود الليبية المصرية. أيضا ستباشر لجنة مكافحة وباء كورونا بالإفراج عن أعداد أخرى من العالقين الذين يخضعون للحجر الصحي. خلينا نركز على النقطة هذه خالد. خالد معلش. نعم. خلينا نركز على النقطة هذه اللي هي إجراءات الحجر الصحي للمواطنين العائدين من السفر. يعني شفنا الأيام السابقة وشفنا حتى هذا اليوم أن في ناس بدوا يرجعوا من برا ليبيا. في مدينة طبرق كيف تم التعامل معهم؟ هل الجميع كلهم أدخلوا للحجر الصحي؟ يمكن يعني أن أجيب على هذا السؤال بالقطع، يعني بالطبع، يعني كل من عاد في الفترة الزمنية التي تعود بنا إلى شهر أبريل أو إلى 25 أبريل، جميع من عاد في هذا التاريخ عبر منفذ السلوم ومنفذ مساعد البري خضع للحجر الصحي بالإقامة في عدد من الفنادق موزعة ما بين مدينة طبرق ومساعد والبردي. قد تكون هناك حالات يعني في السابق، يعني قبل هذا التاريخ، سمعنا عنها أن ربما أفلتت من عملية الحجر الصحي، ولكن هذا الأمر يعني تم نفيه عبر وسائل الإعلام وعبر حتى وسائل التواصل الاجتماعي. نعم حديث. نعم. طيب خالد، يعني حدثنا أكثر عن مدى، خلينا نجوم، تجاوب المواطن مع الإجراءات المتخذة في مدينة طبرق وضواحيها أيضا. يعني هل فيه وعي كافي لدى المواطن بخطورة انتشار هذا الفيروس؟ في الحقيقة يعني كلما كان شبح الكورونا مخيفا، يعني نجد المواطن من فوره يتفاعل بشكل إيجابي يعني مع إجراءات الوقاية ومع التدابير اللازمة لحماية نفسه وأسرته. لكن يمكن يعني أن نقول أن المواطن الآن استشعر نوع من الطمأنينة والراحة، خاصة بمضي أيام وحتى أشهر دون تسجيل أي حالة إصابة على الأقل في المنطقة التي نتواجد نحن بها، مدينة طبرق وما جوارها من المناطق والبلديات. لكن بعد تسجيل إصابتين يعني مؤكدتين في جنوب ليبيا في سبأ، يبدو أن نقص الخطر يجب أن يدق يعني من لجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، ولتعيد الكرة مجددا مع المواطن وترفع من وتيرة يعني الإجراءات والحذر اللازم. يعني يمكن لي أن أصف أن المواطن حتى الآن في مدينة طبرق غير مبالي أو غير مدرك لخطورة وباء الكورونا، بل في الغالب يستسهل يعني الإجراءات ولا يتبع التعليمات التي أوصت بها يعني اللجنة العليا لمكافحة الوباء. نعم. طيب شكرا جزيلا لك خالد محمود مراسل مدينة 18، كنت معنا من طبرق. طبعا مشاهدينا توا نمشوا ونشوفوا حملة النظافة اللي بدت في الحي رقم 4 بالمدينة السكنية في راس لانوف، وأيضا نتابعوا الإجراءات المتواضعة خلينا نقولوا اللي تم بها مواجهة كورونا في مستشفى الغرفة. نحن شباب منطقة رقم 4 مدينة رسلانوف، حملة الشوارع رقم 4، ورقم 4 يعني تمتاز مدينة رسلانوف، هي نص المنطقة، هي خط الواصل للسوق والجامعة والمصارف والمؤسسات التعليمية في مدينة رسلانوف. ونحن عندنا الآن الحمد لله الشباب ما شاء الله عليهم مجهوداتهم ذاتية، نحن وهذا من واجبنا لمنطقتنا ولبلادنا، وإن شاء الله عندنا تجهيزات أكثر في عيد الفطر المبارك، وكل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله يلم الله شمل الليبيين إن شاء الله. سرير اليوم منطقة رقم 4 تقوم بحملة تنظيف تنادينا فيها جميعا لننظف شوارع مدينتنا. احنا في قسم الطوارئ اذا كان جتنا حالة مشتبهين بها مرض كورونا
بأبسط إمكانيات عندنا نقوم بها، ومش كل العناصر الطبية بتكون متواجهة للتاني، عدد بسيط نتواجه لي باش ما نضروش كل الكواتر الطبية. بنلبس نجهز بروحنا بكمامات وقفازات وقاون. مفترض القسم الطوارئ يكون متواجه فيه، عندنا مفروض اللبسة البيب لبسة بتاع الواجهة بها الكورونا كاملة، تجهيزات كاملة بما الأحذية واللبسة والنظارات والكمام كامل، لبسة كامل باش تواجه بها احنا التاني. إذا مفروض يكون بعد كان الحالة حق مشتبه فيها يعني نرفع من أول حاجة بنديروا لها بيرفع منها عينة، اللي هو العينة، العينة دي بيرفعوها للمختبر، المختبر ما عندناش احنا هنا، درون بتواجهوها لسبها أو لطرابلس، وسبها حاليا مازال ما شغلوا الجهاز. إذا لطرابلس ما جت، ما وصلت الحالة اللي العينة ما وصلت لطرابلس إلا الحمد مرات يكون المريض أنا مصاب. أتمنى من جهة الاختصاص الاستعجال في توفير أجهزة التنفس الصناعي وسرة العناية الفائقة نظرا لظهور حالتين طبعا موجبة في مدينة سبها بالأمس، مما قد تصبح انتشار الوباء في المنطقة الجنوبية احتمال وارد في هذه الظروف. المنطقة باري لحد الآن لا يمكنها استقبال أي حالات في مراكز العزل نظرا لعدم وجود الإمكانيات. طبعا الكثافة السكانية ما يقارب من 150 ألف نسمة على امتداد الوادي، ولا يوجد أي إمكانية لاستقبال أي حالة في حالة لا سمح الله حدوث إصابات أو مضاعفات في حالة الإصابة بالوباء. مباشرة مشاهدينا ننتقل إلى مساعد مع زميلنا الصحفي عبد الرحمن سلامة. عبد الرحمن مساء الخير ومرحبا بك في مساحة خليك في الحوش عبر 218. طبعا أنت كنت في جمهورية مصر وبعدين خشيت لليبيا، أطلعنا عن الإجراءات كيف تمت وكيف تم استقبالك ويعني وشون اللي صاير بالتحديد. طبعا مساء النور، وطبعا يعني ربما يعني تصحيح بسيط، يعني انا لم اكن في مصر وانا ما اتيت لمنطقه مساعد بحكم يعني حكمي كصحفي، وايضا انا جيت لهذه المنطقه من مدينه طبرق، ولكن حاب اقول لك انني على الاقل الان الوضع الخاص بمنطقه مساعد القائمين على الحدود يعني ما شاء الله هم قائمين واللجنه موجوده، لكن اخي الكريم بصراحه انتوا هذه المساحه هي خليك في البيت، وللاسف نحن عندنا مثل ليبي 100% هذا المثل نقول الماشي حاضر، الان اللي خلى او جعل هذه الارقام مقارنه بالدول الاخرى بسيطه في تونس باحترام اللجنه العليا الخاصه بمكافحه فيروس كورونا، اللي خلى الاعداد ما زالت بسيطه نوعا ما هو حماية من الله، لكن للاسف وهذا انا نقولها على مسؤوليتي الشخصيه، المواطن الليبي الى الان لم يعي خطوره هذا المرض، ما زلنا ثقافتنا نحن ما زالت ثقافه محدوده، خلينا على الله سبحانه وتعالى، اللجان اللي شكلت يعني تحاول نقوم بما عليها، لكن قصه الحظر، حظر التجوال هو يعني مساله المفروض اللي يقف فيها المرحله هو المواطن نفسه، ما دام المواطن الليبي الى الان لا يعي خطوره هذا المرض، نحن في كافه المدن الليبيه الان كانت استجابات للان عن هذا المرض، الناس بدات تحتار، ولكن للاسف انحرف العدد في الاونه الاخيره من حوالي شهر او الشهر الاخير بصراحه، اللجان المشتله وايضا الاجهزه الامنيه الان انا متاكد انها في حيره من امرها، لان يعني ان المواطن ما باش يتجاوب مع هذه اللجان والاجهزه الامنيه. نعم التجاوب يعني التجاوب بشكل متواضع جدا، في حين شيء اخر انا حبيت ان انوه عليه هنا، عرض الليبيين والعرب والمسلمين ضيعوا على انفسهم فرصه كبيره جدا، هي فرصه حتى من جانب ديني، انت عارف ان مثل هذه الجوائح وهذا الحظر لو الانسان التزم او لزم بيته وخلاه في مسمع كلام الفضائيات وايضا زي برنامجك انت خليك في البيت، لو الانسان فقط التزم وقعد في حوشه سينام بحسب الاحاديث النبويه سينام
ثواب شهيد، يعني اجر شهيد. يعني تخيل انت لا تقاتل في جبهات ولا تحارب وقاعد في حوشك وتاخذ اجر شهيد بدون ان تشاك ولو بشوكه واحده، وقاعد في حوشك وانت رمت وتاكل وتشرب في حوشك، تاخذ اجر شهيد. الان الجيل للاسف يعني لم ينقذ في البيوت الا القليل، ضيعوا على انفسهم هذه الفرص، لكن ومع ذلك نحن ما زلنا من حافظ الله سبحانه وتعالى المذاهب هو اللي راعينا. انا الان موجود في منطقه الفائد الحذر، يعني الناس باحترامنا هذه المناطق مناطق مفتوحه ربما ايضا تساعد على عدم انتشار هذه الاوبئه. ايضا انا حضرت شيء كويس يعني في منطقه الفائد وما يحصل للبلديه وللناس، يعني لذلك الان ما زال انت عارف ان نخوه البواد وايضا كان اللي عزنا قوي وشبك الحوش، الى الان كل الوفود او اللجان اللي جات ودخلت او الكشوفات اللي يطلع من مصر ويدخل على طريق المنطقه الى الان يقوم بسيارات تمشي عند الحجر الصحي بدون ان يتدخل واحد من المواطنين او يحاول ان ياخذ هذه الحوشه او يحاول يكسر هذا هذا الروتين المهم جدا، الروتين اللي نشوف فيه هي مساله حياه وموت. هذا شيء يعني على الاقل يحسب لاهلنا في منطقه السعد وايضا في بعض المناطق الاخرى، لكن على الصعيد الاخر ان ربما تكون في حاله موجوده والناس يعني تحتاط منها، هذه ما زالت نحن بعيدين عنها كل البعد في كل المناطق. اعتقد انه في كل المناطق في ليبيا على الاقل في منطقه صبرق وضواحيها والى منطقه الشعب، الان الناس يعني ما زال في تراخي كبير جدا من الناس. انا لا الوم اللجان المشكله ولا اللجان الامنيه، لكن الناس ما زالت يعني مش واعيه بهذا الامر، وانا اخشى من ان تدخل حاله واحده الى مناطقنا في الشرق. انا اخاف ان هذه الحاله من حاله واحده تضرب في 1000 او 5 او 6000 بشكل سيء جدا بحسب قوانين المنظمه الصحيه العالميه اللي حضرت مثلا التواصل الاجتماعي بشكل عالمي ومفتوح زي ما كان الان. نعم، شكرا جزيلا لك عبد الرحمن السلامه زميلنا الصحفي، كنت معنا مباشره من مساعد، شكرا جزيلا لك. طبعا مشاهدينا، فيروس كورونا خلى ناس واجدين في العالم انهم هم يعني يطعوا باي شيء يمنع انتشار هذا الفيروس، وفي غزه بالتحديد في مجموعه من البنات الملاكمات متخصصات في الملاكمه بدوا في التدريبات على شط المدينه، بدل ما يتدربوا في الصاله يلي من الممكن جدا انها تكون هذه الصاله مكان لانتشار كورونا بشكل سريع. خلينا نشوف الفيديو ونرجع. الفيديو وصلنا لنهاية مساحة خليك في الحوش لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة ونلتقي في مساحة أخرى بإذن الله، في أمان الله.